معانا صديقنا، فاكرين كنا رحنا في سهل حمزة من فترة وسجلنا في الهرم في سهل حمزة، سجلنا مع شاب جميل واقف على عربية أكل اسمه شيكو. وبعدين شيكو مر بحاجات وحاجات وطلع جبال ونزل جبال، وبعدين كلمنا قال أنا طلعت جبال ونزلت جبال، لكني أنا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى قدرت أنا والعجلة نحقق انتصارات جبارة. شيكو من 180 كيلو ل 100 كيلو. فأنا عايز أحكي الحكاية دي لجمهور باب الخلة. فقلت له تنورنا يا شيكو. ازيك يا شيكو؟ ازي حضرتك؟ ايه اللي حصل لك؟ ده احنا كنا شايفينك على العربية، يعني كنت حوالي 110 كيلو. أكلت العربية أكلت العربية؟ الظاهر أكله ما اتباعش فأكله. قعدت آكل. إيه اللي حصل يا شيكو؟ هو الموضوع كله أنا طول عمري واثق في نفسي. طول عمري شايف إن أنا ما عنديش أي مشاكل. نتج عن الفترة دي إن أنا عمال أتخن بس ثقتي بنفسي. بس انت كنت بتقف في العربيه طول النهار، بس اللي هي السعرات الحراريه والاكل اللي انا باكله كنت باكل زياده. يعني انت حضرتك ممكن تعمل مجهود ساعه بس بتاكل اكل 5 ساعات. مظبوط. فتراك كم الدهون في جسمك نتيجه الحركه والمجهود؟ ما كنتش حاسس بتقل جسمي. جه والدتي تعبت فتره فانا قعدت معاها اقامه 3 شهور. الفتره دي هي كانت نقطه التحول. في ال3 شهور دول كان في اكتئاب، عمال اكل 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 اكل. بعد الاكل الكتير ده بقى عندي مشكله في التنفس، في الحركه. بقيت 180 كيلو فعلا. ده انا ما كنتش اعرف ان انا 180. عندي مشكله. ما كنتش بتوزن ولا حاجه؟ لا لا لا، عمري ما وزنت وعايش حياه بس جميله. بس هدومك ضاقت عليك والدنيا باظت. طبعا. لا دي طبعا يعني كل سنه بتوسع وما فيش حاجه. الدنيا عماله توسع معايا. طبعا محلات المقاسات الكبيره بتحل المشاكل. فروحت عشان اشتري مشايه، كان احنا نعمل شويه تنشيط كده تريد ميل في البيت. كويس. فالشخص اللي هو صاحب الشركه، كنت رايح للشركه يعني براند، الشخص ده كان اجريسيف شويه معايا. في ايه بقى؟ ان هو بيصارحني ان انت تخين. انا رايح. مفيش مكنه تنفعك. ما المكنه ليها كيلوات معينه. كلام حضرتك سليم، هي دي الجمله اللي هنشيلك فين؟ انت عايز مكنه مخصوص. ده حضرتك نفس الكلام. مظبوط. انت المكنه بيكتب عليها 120 كيلو 130 كيلو، ما شفتش انا 180 كيلو دي. ده كده بقى هو بيتكلم من غير ما يوزن، شكل الشيب بتاعي لا انت ضخم جدا. فبدانا نتكلم مع بعض وكده، فنقلنا من تريد ميل او من مشايه ثمنها 10,000 جنيه بسبب حجم جسمي. هجيب مشايه ثمنها 30,000 جنيه. مشايه بقى تقيله بقى وفيها سوست وبتاع عشان تستحمل. فطبعا دي كانت بالنسبه لي صدمه. هو ده بقى القرار. يعني انا دايما الناس اللي بتتواصل معايا بقول لهم ان ان انت تغير حياتك اسلوب حياتك، هو محتاج اول حاجه قرار. القرار ده انت اللي هتتخذه ولا دكتور هيساعدك. كانت والدتك خفت بقى وبقت كويسه؟ هي كانت والدتي خفت بقى خلاص. وانت بتشتغل برضو؟ انا في الفتره دي بدات انزل اشتغل. مش قادر بقى. مش قادر اقف على طول، دراعاتي منمله، رجلي منمله، ظهري وجعني، مش قادر خالص ان انا اعمل اي مجهود عكس الاول. في الفتره دي كان في حلقه مع حضرتك الدكتور الجميل جدا العظيم دكتور. طبعا طبعا طبعا. كان قال جمله ان السمنه تتسبب في اكتر من نوع مرض. كوارث كوارث. تمام. انا مثلا والدي الله يرحمه متوفي بالسكر، عندنا القلب، عندنا الضغط، فلما الاقي ان شويه اكل يتسببوا ان انا ممكن اتصاب بالامراض دي، فدي كانت بالنسبه لي صدمه. فقت بقى. كله بقى الدنيا اختلفت، انا شاب صغير هضيع في ثانيه عشان باكل. تمام؟ في حين ان انا كان طول الوقت عايش وهم ان انا مدمن اكل. ان انا بعشق الاكل، ان انا اسافر عشان اكل. في حين ان انا بضر نفسي. يعني الاكل ده بيضرني. فبدا كل الحاجات دي. وبرده في كان في كمان هو الكلام الدكتور حسام موافق قاله ان الرياضه مش هي الاساس. يعني انت لو قعدت تلعب في الجيم قد كده بس ما بتاكل اكلك ده صحيح. كان ساعتها كان بيتكلم على ميسي وكريستيانو صحيح. وكان بيتكلم على الموضوع ده صحيح. فلقيت ان الموضوع كله ان انا اقفل بقي. رحت واخد والدتي ورحنا مطعم عشان نودع الاكل. تمام. اكتشفت نقطه وانا بودع الاكل، اكتشفت ان انت حضرتك النهارده ما بتاكلش الا قد حجم معدتك. يعني انت لو جايب مليون صنف في النهايه انت بتاخد. فمعنى كده ان هي بتبقى العقليه هي نفسها اللي بتختار الغلط. صحيح. وبعدين بتوسع المعده فتبقى مفيش حاجه بتشبعها.
انما لما شراها. طبيعي. فبدات بقى حضرتك ان انا اختار. قول لي ودعت الاكل ازاي يا اخويا؟ رحت مطعم جميل جبت، انا بعشق الاسماك، جبت كل حاجه في السمك. عملت زي فيلم عادل امام، اكل ده اكل ده اكل ده، كل حاجه كل وكلت حاجة. كل حاجه وكلت كل حاجه. طب خلاص تمام وخلصت، وقلت له وداع. وداع يا دنيا وداع، خلاص مش فجيت بقى النقطه ان انا رحت منزل بوست على جروب مشهور بهزر. تمام، انا بكلم حضرتك ان الحاجات دي كلها صدمات ورا بعض في وقت قليل. فبقول لهم انا عايز حد يتبناني، انا نويت اخس. لقيت كميه عروض بتجيلي عن عمليات اللي هي التكميم والكلام ده والتدبيس والحاجات دي كلها، وقالوا لي ان انت عمرك ما هتخس الا بالجراحه. فدي كانت بالنسبه لي الصدمه. بداوا يعرضوا عليا اوفرات ان احنا ممكن نعملها لك فور فري، بس تبقى انت الحاله بتاعتنا بيفور وافطر. هيعملوا بقى منك شغل تجار، بقيت طبعا سلعه. ما انت 180 كيلو. فحسيت ببساطه كده انا بتهان بسبب الاكل. فالموضوع بقى نفسي، جيت اتجهت ان انا اخلق لنفسي الدوافع. تمام، تمنيت ان انا اخس بطريقه يشهد ليها الناس كلها. انا اتخن دراج في جمهوريه مصر العربيه، ركبت عجل وزني 180 كيلو. ركبت العجله دي؟ ركبت العجله دي. مين قال لك بقى تركب العجله؟ هو انا اصلا مين قال لك تلعب بديلك وتركب العجله؟ انا طول عمري رياضي، انا اصلا كنت بلعب العاب كوره. كويس. تمام، فالاوفر ويت او الوزن الزياده ما يقدرش يعمل اي مجهود رياضي او مجهود مقاومه او قوه بدنيه. تمام، بالوزن ده هيبتدي ياثر على لازم تنزل لك 20 30 كيلو الاول وبعدين نتكلم كمان. فيبتدي هياثر على المفاصل. ادي واحد. اتنين، ما ينفعش تبدا نظام غذائي من غير رياضه معاه، لازم يكملوا طبيعي بعض طبيعي طبيعي. عشان ما تبوظش هيئه جسمك. فانتهى الموضوع عندي ان انا قعدت افكر طب ايه الرياضه المناسبه. التريد ميل دخلت في 30,000، فخلاص بقى اختيار بعدت دي. البديل عجله. طيب ممكن اجيب عجله في البيت؟ لا، انا قررت اجيب عجله في الشارع عشان استمتع بالحياه في الشارع. كويس. استمتع بمصر، استمتع بشوارعنا. خلاص، وبدات اتمرن لان انا عارف يعني ايه تاهل نفسك. كل ده انت لوحدك مع نفسك كده؟ كل ما دي بقى حضرتك الميزه الثانيه، انا خسيت 80 كيلو في 6 شهور، صحه جيده. 6 شهور؟ 6 شهور وموثق الكلام ده كله في فيديوهات. على صفحتي شيكو عناصيه وعلى قناتي شيكو عناصيه. 6 شهور بدون اشراف طبيب، بدون تدخل جراحي. انا مع العجله دي اتكلمت، مع العجله دي عيطت، مع العجله دي بدات بقى تمشي منين لفين الاول؟ تمشي كام كيلو كده؟ اول طلعه ليا تركب العجله كانت من بيتي لميدان الجيزه، لا تتعدى 6 كيلو. الجيزه وشارع الهرم حاجه قريبه يعني. عملت مهرجان، عملت لايف واحتفلت مع الناس ان انا مشيت 6 كيلو، ريحت فيهم 3 مرات. النهارده انا بسافر محافظات بدون ما حد يدربني لوحدي.